بسم الله الرحمن الرحيم، معكم إبراهيم من سكان الداخلة، والآن تواجدوا الحمد لله في بلاصة ينقال لها الغريد اللي تبعد عن الداخلة بقرابة 36 كيلومتر، وهي بلاصة سياحية. الحمد لله يعني في هذا الشهر رأينا عن خالق تحسن شوي بمجيء السياح الحمد لله للداخلة، ورانا شاكرين بريس تطوان على الاستضافة ونقول لهم مرحبا بهم مرة ثانية. مرحبا مرحبا.